بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وبناتي طلاب المدارس الزراعيه اهلا بحضراتكم في حلقه جديده في منظومه الجدارات المهنيه لطلاب الصف الاول المدارس الزراعيه مجال انتاج الحصلات البستانيه. خدنا مع بعض مجموعه كبيره من المعارف واتدربنا مع بعض على مجموعه كبيره من المهارات الفنيه في خلال الفصل الدراسي الاول واخدنا إيه كم من الخبرات اللي بتمكنني من أداء المهارات العملية بشكل جيد من اتباع قواعد الصحة والسلامة المهنية اللي احنا اتدربنا عليها مع بعض أثناء تطبيق هذه المهارات العملية في مجموعة الوحدات اللي تم دراستها في الفصل الدراسي الأول وبنكمل مع بعض ايه اللي هيتم أو ايه الحاجات أو الوحدات اللي هيتم دراستها في الفصل الدراسي الثاني ونتعرف على مقدمه بهذه الوحدات عشان اعرف انا ايه هي المعارف اللي هتكون موجوده داخل هذه الوحدات وما هي اهم المهارات العمليه اللي هيتم تقييمي فيها والخبرات العمليه اللي انا هتعلمها في خلال هذه الوحده. عندنا وحده لتخصص انتاج الحصلات البستانيه اسمها زراعه شتلات الفاكهه والزينة في الحقل المكشوف والزراعه المحميه في الوحده دي هنتعلم مع بعض ازاي ان انا اعمل زراعه للشتله اللي عندي في سواء كانت داخل الصوبه داخل البيت المحمي او او في الحقل المكشوف عشان يتم زراعه الشتله سواء كانت لانتاج شجره مثمره زي اشجار الفاكهه او شجره الغرض منها اغراض التزيين او عمل الاسوار النباتيه زي ما موجود في نباتات الزينه المختلفه فبيكون هنا احنا بنتعلم ازاي نجهز الارض وازاي ان انا اعمل زراعه الشتله ازاي ان انا اجهز الارض لزراعه هذه الشتله دي وحده اسمها وحده اعداد الارض ودي ايضا من ضمن الوحدات اللي بيتم دراستها في الفصل الدراسي الثاني وعندي الوحدة التانية ازاي ان انا اعمل زراعة لهذه الشتلات في الارض المستديمة حتى اصل لدرجة من النجاح يعني احافظ على هذه الشتلة وتستمر هذه الشتلة في نجاحها وتكمل حياتها في مكانها الجديد في الارض المستديمة سواء كانت في انشاء لانشاء بستان الفاكهة او لزراعة الاشجار داخل بساتين الزينة للاغراض المختلفة سواء كانت أشجار أو شجيرات أو آآ نباتات أسوار. لو جينا نبص مع بعض لصورة الغلاف للوحدة عشان تديني دليل ايه اللي هيتم فيها نبص مع بعض هلاقي هنا في غلاف الوحدة عندي في آآ ست آآ صور آآ صورة اللي موجودة فوق على الشمال دي حقل من حقول إنتاج الموز والنظام الري المتبع نظام ري بالتنقيط هلاحظ عندي هنا البستان اللي عندي زي ما احنا شايفين هنلاقي توزيع النباتات اللي عندي توزيع منتظم يبقى من ضمن الحاجات اللي انا هتدرب عليها في هذه الوحده ازاي ان انا ازرع هذه الشتلات في بداية حياتها حتى أصل إن الحقل اللي عندي يكون بهذا الشكل الصورة الثانية اللي هي الصورة اللي جنب الثانية دي حقل من حقول إنتاج نخيل البلح وأيضا آه تم آه زراعته آه على المسافات آه المطلوبة وهنا برضو بلاحظ إن أنا إزاي إن أنا أجهز هناخد مع بعض ازاي ان انا اعمل تجهيز لحفر او الجور اللي بيتم فيها زراعة فسائل وفسائل النخيل عند زراعتها في الحقل المستديم حتى تصل لهذا الشكل الصورة اللي بعد كده عندي هنا عامل بيأكد او بيقوم بعملية تثبيت الشتله وزرع الدعامات بجوار هذه الشتله والكياب الصوره اللي موجوده تحت في الشمال صوره لاحد الاسوار النباتيه نبات اسوار تم زراعته بشكل جيد وتشكيله، انا بقى هنا هعرف ازاي ان انا ازرع عشان اوصل في النهايه لهذا الشكل الجيد، الصوره اللي بعدها دي صوره لاحد انواع الخنادق وازاي بيتم تجهيز الخندق سواء كان لزراعه الاشجار في الحقل المستديم كنباتات فاكهه او تجهيز خندق لزراعه الشتلات اللي بستخدمها من خلالها نباتات الاسوار وهنا الصوره الاخيره ازاي بيتم نقل الشتله بتاعتي من المكان الى مكان اخر يبقى هنا انا هتعلم في هذه الوحده مجموعه من المهارات العمليه اللي بتمكنني من عمل حاجتين ان انا ازرع شتله او انقل شتله من المشتل الى الحقل المستديم او لو انا جايب شتله موجوده داخل كيس بيتم ازاي ان انا انزل هذه الشتله في الجوره او الخندق بتاعي بحيث ان انا احافظ على هذه الشتله بشكل جيد في البدايه هنشوف مع بعض اهم مخرجات التعلم في وحده زراعه اشجار الفاكهه هلاقي عندي هذه الوحدة بيكون مطلوب عندي بيكون عندي مخرجين من مخرجات التعلم، يعني عندي مهارتين اساسيتين انا هتدرب عليهم خلال هذه الوحدة. ازاي يتم زراعة الشتلات في خنادق وازاي يتم زراعة هذه الشتلات في جور. يبقى هنا مخرجات التعلم اللي عندي زراعة الشتلات في خنادق وزراعة الشتلات في جور. وزي ما احنا وضحنا مع بعض ان زراعة الشتلات اللي عندي انا بشوف هل هذه الشتله خاصة بأشجار الفاكهة يعني شكلها هتبقى بعد كده شجرة فاكهة سواء كانت نموذج فردي داخل حديقة منزلية أو عند إنشاء بستان الفاكهة آه لإنشاء حديقة أو آه حقل لإنتاج أحد أنواع نباتات الفاكهة اللي موجودة عندي. أو إن أنا بزرع هذا النبات لاستخدامه في غرض التزيين لو أنا بتكلم على الأشجار والشجيرات يبقى أنا هنا شغل كله هيبقى خاص يا اما بشجره يا اما بشجيره، يا اما خاصه بانتاج الفاكهه يا اما خاصه باغراض التزيين، سواء كانت نماذج فرديه لنباتات الزينه او كنموذج لنماذج الاسوار، يبقى عندي في طريقتين عموما لزراعه الشتلات في الارض المستديمه، اما ان انا ازرع الشتلات في خنادق واما ان انا ازرع الشتلات في جوار. في الحالتين انا هتعلم مجموعة من المهارات العملية اللي بتمكنني ان انا ازاي ازرع الشتلة في خندق وتكون نسبة النجاح عندي عالية وازاي ان انا ازرع الشتلة في جور وتكون نسبة نجاح هذه الشتلات عالية واحافظ عليها حتى تصل الى ان الشتلة اللي عندي تصل لمرحلة النضج والاثمار في حالة نباتات الفاكهة وان هي تصل للنمو الخضر الجيد لو كان هي من اشجار وشجيرات التزيين التي لا تزهر وايضا تظهر او تخرج عليها الازهار بشكل جيد اذا كان الغرض من تربيتها الحصول على الازهار كنموذج من النماذج اللي موجودة داخل حقول التزيين أو مشاتل البساتين نيجي نشوف قلنا كل مخرج تعلم بيكون مرتبط بمجموعة من معايير الأداء الموضوع بالنسبة لنا كده أصبحت المصطلحات دي بسيطة وإحنا عارفينها عشان نعرف الدنيا تمشي معانا إزاي يبقى عندي مخرجين تعلم ازاي ازرع في خنادق وازاي ان انا ازرع في جوار. كل مخرج منهم له مجموعه من معايير الاداء. نشوف المعيار او المخرج الاولاني الخاص بزراعه الشتلات في خنادق ونشوف ما هي اهم معايير الاداء الخاصه بيه. اول معيار عندي يحدد عرض وعمق الخندق طبقا للمواصفات. يعني انا هنا عشان انفذ زراعة الشتلات في خنادق اول حاجه انا هعرفها ازاي ان انا احدد عرض وعمق الخندق طبقا للمواصفات. واحد هنا يقول لي هل عمق الخندق بيختلف حسب نوع الشتله؟ اه عمق الخندق بيختلف حسب نوع الشتله. هل عمق الخندق بيختلف حسب عمر الشتله؟ فعلا عمق الخندق بيختلف حسب نوع الشتله وعمرها لو انا بزرع أه هجهز جوره لزراعه شتلات عمرها كبير ايضا هحتاج ان انا اجهز مساحه اكبر اذا الخندق اللي عندي هيكون عرضه اكبر وعمقه اكبر في حاله زراعه شتلات حجمها اكبر وعمرها اكبر في بعض الاحيان انا ممكن اجهز خندق لزراعه شتلات مثمره يعني أنا ممكن أنقل بدل ما أنقل شتله صغيره أنا ممكن أنقل شتله كبيره في مرحله الاثمار فإذا هنا عندي تحديد عمق الخندق وعرض الخندق بيختلف حسب مجموعه من الحاجات أنا لازم أكون عارفها كعامل فني في مجال إنتاج الحصلات البستانيه يبقى عشان أزرع الشتله بشكل جيد لابد عندي أول حاجه من ضمن الحاجات إن أنا أحدد عرض الخندق وأحدد عمق الخندق كاحد المهارات اللي بتحكم فيها في ان انا ازرع الشتلات في خنادي. المعيار الثاني اللي موجود عندي يتم زراعه الشتلات بصلايا وفقا للارشادات. طب هنا آه نشوف الكلمه بقول بيتم زراعه الشتلات بصلايا. معنى كلمه زراعه شتلات بصلايه يعني الشتله اللي عندي لما جيت انقلها من المشتل الى الارض المستديمه اللي هيتم زراعتها فيها تم اقتلاع هذه الشتله وفي منطقه انتشار الجذور بجزء من التربه يعني وانا بنقل الشتله من المشتل الى الارض المستديمه وانا بشيلها شلت الشتله والجذر بتاعي مغطى تماما بكتله التربه المحيطه بيه، يعني انا بحفر حول الشتله وبيتم استخراج الشتله كامله بجزء من التربه المحيط بمنطقه انتشار الجذور، هذا ما يسمى نقل الشتلات بصلاي. يبقى اول حاجه حددت عمق وعرض الخندق الحاجة التانية ازاي ان انا اعمل نقل للشتلات بصلايا ولما نقول نقل الشتلات بصلايا فلاقي في شرط اساسي من ضمن الاشتراطات اللي هنعرفها ان بيتم نقل الشتلات بصلايا للاشجار المستديمه الخضره ده شرط يبقى عندي من ضمن الاشتراطات اللي عندي لنقل الاشجار المستديمه الخضره يعني الشجر اللي دايما عليها ورقه طول السنه ان بيتم نقل هذه الشتلات بصلايه طب هل لو انا نقلت شتله من شتلات النباتات المتساقطه الاوراق بصلايه ده يعتبر غلط؟ لا، لا ده انا بقول ان هنا ان نقل الشتلات بصلايه ده شرط اساسي لو كانت عند الشتلات اللي عندي من انواع الشتلات او من انواع النباتات المستديمه الخضره ويفضل نقل الشتلات بصلايه في حاله النباتات المتساقطه الاوراق، يبقى اول حاجه او اول مهاره من المهارات او اول مخرج من مخرجات التعلم اللي هنتدرب عليها في وحده زراعه اشجار الفاكهه ونباتات الزينه ازاي ان انا ازرع الشتلات في خنادق واول حاجه عندي ان انا ازاي احدد عرض الخندق وازاي ان انا احدد عمق الخندق والحاجه اللي بعد كده ازاي ان انا يتم زراعه الشتلات بصلايه المعيار الثالث من ضمن المعايير اللي عندي زراعه الشتلات ملشن وفقا للتعليمات. قلنا زراعه شتله بصلايه ان بيتم نقل الشتله من المشتل الى الارض المستديمه وهناك كتله من التربه ملاصقه تماما لمنطقه انتشار الجذور انا بسميها صلايه. الحاله الثانيه ان بيتم نقل الشتلات ملشن يعني بيتم اقتلاع الشتله من الارض والجذور عاريه تماما من التربه وهذه لا تصلح الا في انواع الشتلات النباتات المتساقطه الاوراق يبقى انا كراجل فني في مجال انتاج الحصادات البستانيه حاب اكون عارف النبات اللي عندي دوت هل هو نبات بيقع الورق عليه في فتره الشتاء وفتره السكون وتظهر اغصان النبات خاليه من الاوراق تماما ولا هذا النبات بتستمر عليه الاوراق في طول السنه فبيسمى نبات او شتله مستديمه الخضره او نبات مستديم الخضره. يبقى هنا لو عندي الشتله بتاعتي لنبات متساقط الاوراق يمكن نقل هذه الشتلات في فصل بدايه او في فصل في نهايه فصل الشتاء ملشن يعني بيتم اقتلاع الشتله من الارض بدون اي كميه من التربه في منطقه انتشار الجذور يبقى تنفذ هذه العمليه وانت مش خايف في حاله واحده لو كان النبات اللي عندي نبات من ضمن النباتات الايه المتساقطه الاوراق وبيتم اجراء هذه العمليه في نهايه مرحله السكون وقبل تفتح البراعم زي ما هنشوف بعد شويه يبقى عشان ازرع الشتلات في خنادق قلنا هنعمل ايه مع بعض؟ اول حاجه هحدد عرض الخندق وهحدد عمق الخندق حسب المواصفات اللي موجوده عندي في الوحده بتاعتي. الحاجه الثانيه سيتم التدريب على نقل الشتلات بصلايا وسيتم ايضا التدريب على نقل الشتلات بطريقه الملش يعني يتم نقلها خاليه من الجذور تمام. نشوف مع بعض المعيار الثالث يتم تركيب الدعامات والكياء. تركيب الدعامات انا بنقل شتله من المشتل الى الارض المستديمه وغالبا ساق الشجره في هذه المرحله بيكون ساق ضعيف لا يتحمل الرياح وقد يكون قابل للكسر فبيتم تركيب بعض انواع الدعامات لمساعده هذا الساق لتحمل الرياح حتى يتم تصلب الجذر وتكوين هيكل الشجره بإجراء عمليات التربيه، يبقى حتى تصل او احافظ على شكل الشجره بتاعي بشكل جيد لابد من تركيب ما يسمى بايه؟ بالدعامات. طيب في بعض الاحيان الشتله اللي عندي لا تتحمل الرياح البارده وانخفاض درجات الحراره فبيتم تركيب ما يسمى بالكياب يبقى عندي آه بيتم تدعيم شتلات وبيتم تركيب الكياب للشتلات والغرض من هذه الكياب المحافظه او حمايه هذه الشتلات من الرياح يبقى آه لكي يتم زراعه الشتلات بشكل جيد عندي مجموعة من المعايير قلنا أول معيار تحديد العمق وعرض للخندق ثانيا الزراعة بصلاية ثالثا زراعة ملش ثالثا تركيب أو رابع حاجة تركيب الدعامات والكياب مخرج التعلم الاول زراعه الشتلات في خنادق ده هيكون المحور الاول اللي هنتكلم عليه وهناخد فيه مجموعه من المهارات العمليه اللي بيتم التدريب عليها في الفصل الدراسي الاول، طب نشوف ما هي اهم ادله التعلم اللي موجوده عندي. في تحديد عرض العمق او تحديد العرض والعمق الخندق الزراعي هيكون في هنا عندي نموذج دليل تساؤل في صورة امتحان تحريري وباقي المعايير الخاصة بزراعة الشتلات بصلاية وزراعة الشتلات في ملش وتركيب الكياب وتركيب الدعامات دي سيتم الحكم عليها من خلال بطاقة ملاحظة يبقى هنا عندي الأربع معايير الخاصة بالمخرج الأولاني في معيار منهم هيتم تقييمه من خلال دليل تساؤل في صوره امتحان تحريري وعندي الثلاث معايير الاخرى سيتم الحكم عليهم من خلال دليل اداء في صوره بطاقه ملاحظه. هنأكد مع بعض على جزئيه مهمه جدا احنا دايما احنا وضحناها مع بعض في مع بدايه شغلنا في منظومه الجدارات وبناكد عليها مره تانية دلوقتي حضرتك مطالب بتقديم ما يسمى بالدليل الداعم اثناء تنفيذ المهارات العمليه اثناء عمليات التقييم الخاصه بمخرجات التعلم للوحدات المختلفه. الدليل الداعم زي ما احنا وضحنا بيكون عباره عن صوره فوتوغرافيه او ملف فيديو بيتم تصويره اثناء تنفيذ المهاره ويرفق بالدليل الاساسي اللي موجود عندي سواء كان دليل تساؤل او دليل اداء في صوره بطاقه الملاحظه سيتم ارفاق هذا المستند بيه او الدليل الداعم دهوت بالدليل الاساسي اللي بيتم من خلاله الحكم على تنفيذ المهاره. طيب الدليل الداعم بيتم تنفيذه سواء اثناء عمليه التقييم او بعدها يعني انا ممكن انفذ او تجهيز الادله الداعمه ممكن تنفذ بعد اجراء عمليه التقييم كمستند اضافي او دليل اضافي لتنفيذ او اتقاني للمهاره العمليه اللي بيتم تنفيذها داخل البستان اللي عندي. نشوف مع بعض بقى ايه هي الادله وخطواتها وخطوات المهاره اللي بيتم من خلال الحكم عليها اول مهاره عندى يتم زراعه الشتلات في خنادق واول محور فيها يزرع الشتلات بصلايا طبقا للارشادات في عندي مجموعه من الخطوات اللي بيتم من خلالها الحكم على تنفيذ هذه المهاره بشكل جيد ووضحنا مع بعض في بدايه كلامنا في منظومه الجدارات المهنيه ان يجب اتباع قواعد الصحه والسلامه المهنيه وأول خطوة لتنفيذ أي مهارة عملية عندي تجهيز الأدوات طبقا للتعليمات أنا لما أقول أنا حزرع شتلات في خنادق فبيتم تجهيز الأدوات طبقا للتعليمات يعني إيه هي الأدوات اللي حيتم الاستعانة بيها لإجراء هذه العملية بشكل جيد لو انا محتاج اجهز الخندق اللي عندي فهجيب ادوات الحفر اللي موجوده سواء كانت كريك سواء كانت فاس سواء كانت منقره سواء كان مقطف لنقل التربه لو هحتاج سكينه لقطع الكيس الملاصق للشتله فبيكون عندي بجهز من ضمن الادوات اللي عندي سكينه او شقرف بعد كده بيتم تحديد المسافه الزراعه للجور طبقا للتعليمات هنا لما اجي اقول تحديد مسافه الزراعه، انا بانشئ بستان من بساتين الفاكهه، لكل نوع من انواع بساتين الفاكهه مسافه من مسافات الزراعه، بتختلف حسب نوع الشجر اللي مزروعه وايضا بتختلف حسب نوع التربه وتختلف حسب نظام الري المتبع. بعد كده الخطوه الثالثه بيتم تنفيذ عمل الجور، يعني هعمل الجوره بتاعتي فين؟ يبقى الاول جهزت الادوات وبعدين حددت مسافات الزراعه وبعد كده باستخدام الادوات تم عمل الجور. بعد كده بالمهاره او الخطوه الرابعه اللي عندي بيتم زراعه الشتلات في الجوره. بعد كده بيتم ترديم الجور حول النبات اللي مزروع بصلايه وفي النهايه بيتم اجراء عمليه الري. يبقى المهاره الاولى اللي عندك اللي هتختبر عليها لازم اكون عارف انا هعمل ايه وايه هي الخطوات بتاعتي اللي هيتم من خلالي الحكم على جولة تنفيذ المهاره فيها قلنا تجهيز الادوات، تحديد مسافه الزراعه، بعد كده تنفيذ عمل الجور طبقا للتعليمات وبعد كده زراعه الشتله في هذه الجوره وبعد كده الترديم حول النبات وبعد كده سيتم ري النبات اللي تم زراعته في الخنادق ده بالنسبه للجداره الاولى اللي هي يزرع الشتلات بصلايه. الجداره الثانيه ازاي ان انا ازرع الشتلات ملش واحنا وضحنا الجزء ده في بدايه المقدمه وحنشوفها لما نيجي نتكلم على المعارف. عشان ازرع الشتلات ملش ايضا تقريبا نفس الخطوات بيتم تجهيز الادوات بس هنا براعي حاجة مهمة جدا في حالة زراعة الشتلات بطريقة الملش بيتم تقليم الشتلات قبل الغرس يعني انا بشيل جزء من المجموع الخضري وكمان بشيل الجذور المتهتكة اثناء عملية النقل بعد كده بيتم تحديد مسافة الزراعة بيتم وضع الشتله بيتم تثبيتها ثم يتم الري يبقى ايضا يتم اختبار حضرتك او المهاره بتاعتك بزراعة الشتلات بطريقة الملش بتتم ايضا في ست خطوات اساسية اللي يتم الحكم على اجادة هذه المهارة المهارة اللي بعد كده قلنا ان انا بزرع في شتلات في صلاية وبزرع ملش وبعد كده بيتم تركيب الدعامات عشان اركب الدعامة ايضا بدور انا عشان اركب دعامه حول النبات بشوف ما هي اهم الادوات هل انا محتاج اداه للحفر اداه لاجراء الدق بجهز العمليات او الدعامات نفسها بيتم تجهيزها واختيارها حسب نوع التربه وحسب عمق الزراعه ثم يتم غرس الدعامه في الاتجاه المناسب ثم يتم تثبيتها وفي النهايه بيتم ربط الدعامه او ربط الشتله بالدعامه يبقى انا هنا هيبقى عندي في خمس خطوات انا بيتم عملهم لتركيب الدعامات ان انا بجيب الادوات بتاعتي بجهزها بختار الدعامه المناسبه بيتم غرس الدعامه بجوار النبات في منطقه قريبه من النبات ولكن بعيده عن مكان الجذور بعد كده بيتم تثبيت الدعامه طبقا للتعليمات وفي النهايه بيتم ربط الشتله بالدعامه لتثبيتها الخطوه او الجزء الاخير او المعيار الاخير عندي تركيب الكياب قلنا ان عمليه الكياب دي او نوع الكياب كمصطلح عندي الغرض منه حمايه الشتلات من البيئه او من الرياح الغير مناسبه بيتم تجهيز الادوات طبقا للتعليمات بحدد الكياب المناسب لنوع وعمر الشتله بيتم حفر خندق الكياب المكان اللي هيتم وضع الكياب فيه بالشكل والعمق المطلوب بعد كده بيتم تثبيت الكياب بجوار الشتله اللي عندي. يبقى عندي مجموعه القدرات او المهارات اللي بيتم او المعايير اللي بيتم من خلالهم الحكم على جوده زراعه الشتلات في خنادق استعرضنا مع بعض ما هي اهم المخرجات وقلنا كل مخرج ايه المعايير بتاعتي اللي هيتم الحكم من خلالها نيجي نشوف مع بعض بقى ايه هي اهم المعارف المعلومات العلميه اللي هتساعد حضرتك لانجاح تنفيذ هذه المهارات بشكل جيد لما نيجي نشوف أول حاجة هنتكلم عليها عندي أنا بقول زراعة أشجار الفاكهة وأشجار الزينة. لما نقول شجرة فاكهة ولما نقول شجرة زينة لابد إن أنا أعرف يعني إيه كلمة شجرة وإيه الفرق ما بين أنواع أشجار الفاكهة المختلفة وأشجار الزينة المختلفة. فنيجي نشوف مع بعض محاصيل الفاكهة كمحصول فاكهة. ازاي ان انا اقول النبات اللي عندي ده نبات من نباتات الفاكهه؟ لو بصينا للصوره اللي قدام حضراتكم هلاقي دي تعريف لشجره الفاكهه بشكل مبسط هلاقي هنا ادي شتله عاريه من الاوراق تماما يعني ده شتله لنبات متساقط الاوراق ودي شجره لنبات مستديم الخضره ودي شجيره صغيره الحجم يبقى الفاكهه او شجره الفاكهه هي عباره عن اشجار او شجيرات مستديمه الخضره يعني بيستمر عليها ورقها طول السنه او متساقطه الاوراق يعني بيقع من عليها الورق في فترات السكون يبقى لما نيجي نقول يعني ايه كلمه شجره فاكهه شجره فاكهه معناها او نبات الفاكهه معناه شجره او شجير عند حاجتين كده يا إما شجره كبيره الحجم أو شجيره صغيره الحجم. إما إنها تحتفظ بأوراقها طول السنه فبسميها مستديمه الخضره أو إن الأوراق على هذا النبات بتسقط في فتره السكون وتظهر هذه الأشجار والشجيرات عاريه تماما من الأوراق فأنا بسميها متساقطه الأوراق. بس هنا عندي عشان أفرق ما بين شجره الفاكهه وشجره الزينه اشجار الفاكهه بتعطي ثمار وهذه الثمار صالحه للاستهلاك الادمي يبقى عشان اعرف شجره الفاكهه كتعريف علمي بقول شجره الفاكهه او شجيرات الفاكهه هي اشجار او شجيرات تحتفظ باوراقها طول العام او تتساقط من عليها الاوراق في فصل الشتاء وتعطي ثمار صالحه للاستهلاك الادمي وده اللي بيفرق عندي اشجار الفاكهه بتاعتي ما بينها وما بين اشجار الزينه لان اشجار الزينه لا تعطي ثمار او اذا اعطت ثمار هذه الثمار إيه ليس لها قيمة اقتصادية يعني إيه ما بتستخدمش في تغذية الإنسان نشوف التعريف كده مع بعض آدي آه شكل شجرة البرتقال اللي عندي وقلنا دي شجرة كبيرة الحجم آه بتستمر الأوراق عليها الصورة الثانية اللي عندي الشجيرة صغيرة الحجم يعني زي ما احنا شايفين آدي آه قصيص وده كل ده حجم النبات اللي عندي يبقى آه النبات اللي عندي نبات صغير الحجم فأنا بسميه الشجيرة وعند النموذج الثالث ديت الشجره اللي هي متساقطه الاوراق فبنقول مع بعض تعريف شجره الفاكهه زي ما احنا عارفين هي اشجار او شجيرات معمره اغلبها نباتات خشبيه وقد تكون عشبيه تعطي ثمار قابله للاكل مباشره او تستخدم في اغراض التصنيع. نقول مع بعض مره تانية شجره الفاكهه اشجار او شجيرات معمره يعني بتستمر عندي في الارض فتره طويله ولذلك احنا لما بنتكلم في زراعتها بنقول في زراعه بستان الفاكهه بنقول اغلبها نباتات خشبيه وقد تكون عشبيه يعني في بعض محاصيل الفاكهه بتبقى محاصيل عشبيه زي ما هنشوف الامثله عندي نبات زي نبات الموز. نبات الموز ليس نبات خشبي وهو من ضمن اشجار الفاكهه وبيعامل كنبات فاكهه ولكن هو نبات عشبي. يبقى اغلبها اشجار خشبيه ولكن في بعض منها اعشاب زي نبات الموز وقلنا تعطي ثمار صالحه للاستهلاك الادمي سواء بصوره طازجه او بعد إجراءها او استخدامها في بعض عمليات التصنيع المختلفه ممكن ان انا استخدم هذه الثمار في استخراج العصائر ممكن استخدمها في صناعه المربات ممكن استخدمها في صناعه الفاكهه المجففه ممكن استخدمها في صناعة صناعه الفاكهه المعلبه ممكن استخدمها في صناعه استخراج المواد البكتين والمواد المختلفه نيجي نشوف مع بعض بقى تقسيم شجره الفاكهه نفسها قلنا اشجار الفاكهه لها نوعين انا ممكن اعملهم تقسيمه كبيره كده نوع بتستمر عليه اوراقه طول العام في فصل الصيف وفصل الخريف وفصل الشتاء، ونوع بيتم تساقط الاوراق من عليه في فترات السكون ودي احنا بنسميها الاشجار متساقطه الاوراق، يبقى نشوف تقسيم اشجار الفاكهه بنقسمها حسب استدامه او عدم استدامه وجود او عدم وجود الاوراق على النبات في موسم الشتاء، فبلاقي اللي عندي إذا كانت الأوراق أو النبات اللي عندي بتستمر عليه الأوراق طول العام بما فيها فصل الشتاء فتسمى أشجار مستديمة الخضرة. أما النوع التاني من الأشجار اللي بتظهر النباتات اللي عندي خالية من الأوراق تماما في فصل الشتاء ودي بتكون عندي النوع من أنواع أشجار الفاكهة احنا بنسميها الأشجار متساقطة الأوراق. يبقى يتم تقسيم اشجار الفاكهه حسب وجود الاوراق عليها في فصل الشتاء لكم نوع لنوعين نوع مستديم الخضره ونوع ايه نوع متساقط الاوراق نشوف التقسيمه مع بعض بنقسم اشجار الفاكهه اللي عندي الى نوعين بيتم التقسيم الى اشجار فاكهه مستديمه الخضره وايضا اشجار فاكهه متساقطه الاوراق وقلنا الكلام ده بيتم امتى على حسب وجود الاوراق على النبات طول العام او حسب تساقطها في فصل الشتاء. لو جينا نشوف اول نوع من الانواع الفاكهه مستديمه الخضره قلنا الفاكهه مستديمه الخضره هي الانواع التي تحتفظ اشجارها بالاوراق طول العام بما في ذلك فصل الشتاء. يبقى الفاكهه مستديمه الخضره هي الانواع اللي تحتفظ الاشجار اللي عندي بالورقه طول السنه بما في ذلك شهور الشتاء. حد منكم يكون متابع معايا وعارف أه نشوف مع بعض ايه هي اهم امثله النباتات الفاكهه مستديمة الخضرة اللي هنتعامل معاها كتدريب في زراعة النباتات أثناء عملية التدريب وأنا أكون عارفة في بساتين إنتاج الفاكهة بتاعتي أول نوع من أنواع الفاكهة اللي بتبقى مستديمة الخضرة هنشوف التصنيف بتاعها مع بعض بس قبل ما نشوف أنواع محاصيل الفاكهة مستديمة الخضرة هنشوف النوع الثاني هي الأنواع المتساقطة الأوراق نوع متساقط الورق معناه ايه معناه ان النبات اللي عندي بيدخل في فتره سكون اثناء شهور الشتاء البارد طيب لما يدخل النبات في طور راحه عند انخفاض درجات الحراره بيتم تساقط جميع الاوراق من على النبات ثم يتم معاوده النشاط مره اخرى في بدايه فصل الربيع يبقى النباتات اللي عندي سواء كانت مستديمه الخضره أو متساقطة الأوراق إحنا بنقول عليها أشجار فاكهة إذا كانت نباتات خشبية أو عشبية تعطي ثمار صالحة للإستهلاك الآدمي بصورة مباشرة أو بعد دخولها في عمليات التصنيع المختلفة. طيب نيجي نشوف مع بعض بقى إيه هي الأمثلة اللي بتدعم معايا إزاي أعرف نبات ده مستديم الخضرة والنبات ده متساقط الأوراق. أول نوع من أنواع الفاكهة مستديمة الخضرة نوع كبير جدا ونوع اقتصادي ومهم في مجال إنتاج الحصلات البستانية وتتميز مصر بميزة نسبية لزراعة وتصدير هذه النوعية من النباتات وهي نباتات أشجار الموالح يبقى أول نوع من الأشجار اللي بيتم كنموذج من النباتات مستديمه الخضره هي اشجار الموالح ولما بنقول مجموعه الموالح بقول هي مجموعه كبيره جدا من النباتات باشهرها جنس البرتقال جنس اليوسفي الليمون بانواعه الشادوك النارنج الجريب فروت الكمكوات يبقى مجموعة أشجار الموالح مجموعة كبيرة فيهم منها البرتقان بأنواعه صيفي وبرتقان أبو سرة برتقان الشموتي البرتقان السكري مجموعة البرتقان اليوسفي بأنواعه يوسفي كلمنطين يوسفي ساتزوما مجموعة الليمون سواء كان ليمون بلدي ليمون مالح ليمون أضالية جريب فروت والنرنج والشادوك فبلاقي ان عندي مجموعه كبيره من النباتات وزي ما احنا وضحنا ان هذه النباتات بتتميز بميزه نسبيه مهمه جدا لان هي بتزرع في مصر بشكل كبير وبيتم تصديرها لدول اوروبا لان المناخ اللي عندي هنا مناسب لانتاج هذه النوعيه من النباتات وتوجد يمكن برضو شيء استباقي شوية لما ناخد مع بعض في وحدة معانا هتمر علينا بعد كده هتكون خاصة بإجراء عمليات التعبئة والتغليف وجزء منها خاص بإجراء عملية التصدير جزء من ضمن أهم النباتات اللي بيتم أو الثمار اللي بيتم تعبئتها وتغليفها للتصدير للخارج هي ثمار البرتقال نيجي نشوف مع بعض صورة بتبين معايا أهم أنواع الموالح اللي عندي هذا نوع من أنواع البرتقال كأحد أنواع الموالح ويعتبر من ضمن الأشجار مستديمة الخضرة عند الصورة الثانية بتبين أنا قصدت أن أنا أجيب النماذج دي نماذج خضرية وثمرية عشان نربط شكل الثمرة بشكل النمو الخضري أو الورقة عشان تكون واضح في ذهن حضراتكم لما نبدأ نتعامل مع النبات نبقى احنا عارفين النبات اللي عندي ده نبات الليمون البلدي ودي شكل النبات بتاعي ودي ثمار لنبات او نوع من انواع الموالح يسمى اليوسفي يبقى استعرضنا ثلاث انواع البرتقان والليمون واليوسفي كاحد انواع الموالح وتعتبر دي من ضمن الفاكهه مستديمه الخضره عندي ايضا الليمون الأضالية ودي من ضمن اشهر انواع الموالح وبيستخدم في تسويقه بشكل جيد في عندي من ضمن انواع الموالح عندي الجريب فروت طيب في عندي مجموعه من الفاكهه المستديمه الخضره تسمى الانواع العشبيه نرجع للتعريف زي ما احنا قلنا لما جينا اتكلمنا على فاكهه انواع الفاكهه بصفه عامه احنا قلنا اشجار الفاكهه هي اشجار او شجيرات معظمها خشبيه وبعضها عشبي لما جينا في تعريف النبات قلنا شجره الفاكهه اشجار او شجيرات معظمها خشبيه وبعضها نباتات عشبيه عايزين نشوف ما هي اهم الامثله للنباتات العشبيه التي تعطي ثمار صالحه للاستهلاك الادمي وتعد من ضمن اشجار الفاكهه مستديمه الخضره واول نوع عندي من الفاكهه العشبيه الصوره اللي معانا زي ما احنا شايفين انا قلت ان حضراتكم انا هجيب الصوره موضح فيها الثمره موضح فيها ورقه النبات عشان اربط ما بين شكل الثمره اللي موجوده في السوق وشكل النبات اللي احنا هنتعامل معاه النبات اللي عندي ده نبات الباباز ويعتبر احد انواع الثمار العشبيه او نباتات الفاكهه العشبيه عندي ايضا من ضمن النباتات العشبيه نبات الموز بلاحظ ان نبات الموز ايضا من ضمن النباتات بالرغم من ان الاوراق بتاعتي كبيره الحجم الا ان ثمار او اشجار الموز اه ليس لها اه الساق اللي عندي ديت اه ساق كاذبه اه بتعتبر او هي بتعد مجموعة اعناق الاوراق ملتفة حول بعضها اما الساق الرئيسية في النبات لما نيجي نتكلم في مراحل الانتاج فيما بعد لما نيجي نتكلم عن نبات الموز بلاقي ان الساق اللي عندي ساق قرصية بتكون موجودة في قاعدة النبات من تحت وهذه الساق بتستطيل عند خروج الشمراخ الزهري اللي هو النورة الزهرية دي هي دي الساق بتاعت كانت موجودة في قاعدة النبات وتم استطالتها وحتى خرجت في صورة الشمراخ الزهري الخاص ب. نبات الموز عندي النوع الثالث عندي من ضمن الفاكهه المحببه جدا ودي من ضمن انواع الفاكهه فاكهه الاناناس يبقى من ضمن الفاكهه المستديمه الخضره انواع عشبيه قلنا المثال بتاعي عندي الموز عندي الاناناس وعندي البابوس نشوف النوع الثاني او النوع الثاني من الانواع المستديمه الخضره ودي مجموعه احنا بنسميها مجموعه نخيل البلح. ولما اقول مجموعه نخيل البلح معناها ان هي ليست نوعا واحدا من انواع النخيل. بلاقي نخيل البلح من ضمن النوعيات الفاكهه العاليه القيمه الاقتصاديه وعاليه القيمه الغذائيه ولها انواع كتيره جدا منها ما يلائم زراعته البيئه المصريه ومنها ما لا يلائم زراعته البيئه المصريه ولكن انا عشان اوضح بلاقي ان انواع نخيل البلح انواع كبيره جدا سواء مختلفه في شكل الثمره نفسها شكل البلح نفسها درجه النضج اللي بيتم التسويق عليها هل هي بيتم تسويقها في صوره طازجه او بعد تجفيفها يعني في انواع نخيل البلح احنا بنسميها انواع نخيل البلح الاصناف الطريه وانواع تسمى الاصناف الجافه وانواع تسمى الاصناف النصف جافه الانواع الطريه بيتم استهلاكها او بيتم تسويقها بصوره طازجه او بدون دخولها في معاملات التجفيف وفي انواع لا يتم تسويقها الا بعد دخولها في عمليات التجفيف ومعظم نخيل البلح بينتج ثمار بتدخل في هذه الثمار في مجموعه كبيره جدا من الصناعات وبنوضح ان نخيل البلح بيعد له في طلاب زمايل حضراتكم متخصصين بياخدوا منهج كامل خاص بانتاج وتصنيع التمور كاحد المهارات والقدرات الاساسيه كنوع لان هنا انا بدرس ده كنوع نباتي ولكن هي مجموعه كبيره والقيمه الاقتصاديه بتاعتها عاليه والعائد الاقتصادي عالي ويمكن ده مشروع بيتم التوسع فيه حاليا لزراعه كميه كبيره من انواع نخيل البلح نشوف مع بعض شكل نخله البلح ونستعرض مع بعض الاصناف بتاعتي فبلاقي عندي في اصناف طريه زي نبات الزغلول ونخيل الحياني ونخيل السماني في عندي الاصناف النصف جافه زي النخيل السيوي وعندي الاصناف الجافه زي البرتمودة والسكوتي ونخله البلح كل الاجزاء النباتيه اللي بتطلع منها لها استخدامات سواء كانت الاوراق سواء كانت العراجين بعد استخراج الثمار منها بتخدم في انواع او في مجالات تصنيع مختلفه اوراق النخيل بتستخدم في صناعه الكراسي ممكن تستخدم في صناعه الكرينا ممكن تستخدم الالياف بتاعتي في ادوات التنظيف المختلفه ده كان استعراض للفاكهه المستديمه الخضره في عندي ايضا من الفاكهه المستديمه الخضره عندي انواع زي الجوافه وعندي نوع من انواع الفاكهه الاستوائيه المحببه وموجوده في مصر ايضا وبتتميز بميزه نسبيه فيها المانجو في عندي ايضا القشطه كاحد انواع الفاكهه المستديمه الخضره وهنا هنقف مع القشطه حته صغيره عشان نوضح بس الموضوع لذهن حضراتكم عندي مصطلح القشطه عندي فيه نبات زينه احنا بندرسه اسمه نبات القشطه وعند القشطه اللي عندي دي كاحد انواع الفاكهه والثمار بتاعتي قيمة الاقتصاديه بتاعتها عاليه جدا اه يمكن احنا نبر بنشوف شكل الثمره ولكن اه ادي شكل الورقه وشكل النبات كامل لنبات القشطه عندي من ضمن اه النباتات المستديمه الخضره ايضا اه من ضمن الاشجار المهمه واللي بتنتج احد انواع او احد اغلى واقيم انواع الزيوت النباتيه وهو زيت الزيتون فهنا عندي من ضمن انواع النباتيه التي تتميز باستدامه الاوراق على النبات طول العام هي اشجار الزيتون يبقى احنا هنا استعرضنا مع بعض يعني ايه كلمه شجره فاكهه وعرفنا ايه الفرق ما بين المستديمه الخضره والمتساقطه الاوراق وقلنا بعض الامثله لاشجار الفاكهه المستديمه الخضره نشوف مع بعض بعض امثله لنباتات الفاكهه المتساقطه الاوراق أول نوعية نباتية من الفاكهة المتساقطة الأوراق نوع إحنا بنسميها الفاكهة التفاحية. ومصطلح الفاكهة التفاحية ده بيختلف حسب تصنيف شكل الثمرة، ادا النبات اللي عندي ده نبات التفاح وبيتميز بشكل الثمرة اللي موجودة معايا والنوع التاني او النبات التاني نبات الكمثرى وهو يعتبر أيضاً أحد أنواع الفاكهة المتساقطة الأوراق، معنى كده إن النبات اللي عندي في فصل الشتاء بتظهر الأغصان خالية من الأوراق تماماً وعندي النوع الثالث من الفاكهة التفاحية بيسمى فاكهة السفرجل. يبقى الفاكهه التفاحيه كنموذج من النماذج للنباتات المتساقطه الاوراق في منها ثلاث انواع او ثلاث نماذج الفاكهه التفاح والكمثرى والسفرجل عندي ايضا من ضمن الاشجار المتساقطه الاوراق مجموعه اشجار تسمى اشجار النقل منها شجره البكان ومنها شجره الجوز ومنها ايضا من ضمن الاشجار الفاكهه النقل عندي شجره البندق. في عندي ايضا من ضمن الاشجار الفاكهه المتساقطه الاوراق الفاكهه الصغيره الثمار واشهر نوع من انواع الفاكهه المتساقطه الاوراق والصغيره الثمار هو العنب. يعتبر العنب المائده او العنب يعتبر اشهر نوع من انواع الفاكهه متساقطه الاوراق وبتكون بتتميز بصغر حجم الثمار. في عندي ايضا من ضمن اشجار الفاكهه المتساقطه الاوراق اشجار الرمان وعندى اشجار التين طيب هنا لما جينا استعرضنا مع بعض الشتلات المختلفه للنوعيات المختلفه بتاعتى انا عرفت النوعيات عشان اعرف هل الشتله اللي عندي ديت نبات مستديم الخضره او نبات متساقط الاوراق لما نيجي نشوف بقى الشتلات بتاعه الاشجار سواء كانت مستديمه الخضره او متساقطه الاوراق عشان اعرف ازاي اتعامل معاها عشان انقلها من المشتل الى الارض المستديم نشوف مع بعض اول حاجه في شتلات الاشجار فبلاقي في عندي في شتلات بتكون مزروعه داخل اكياس وعندي شتلات بتكون مزروعه في ارض المشتل هل التعامل اثناء نقل هذه الشتلات من اللي مزروعه في اكياس بتختلف عن التعامل للشتلات اللي مزروعه في ارض المشتل اه بيحصل عندي في اختلاف المعاملات انا بتعامل مع شتله كائن حي عايز احافظ عليها ليتم نقلها بشكل جيد من مكانها الى الارض المستديمه بلاقي عندي لكي يتم نقل شتلات الاشجار الفاكهه بيختلف في متساقطة الاوراق عن المستديمه الخضر عشان ننقل شتلة متساقطة الأوراق عرف عرفت إن الشتلة اللي عندي بتدخل في مرحلة سكون وعرفت إن الشتلات اللي بتدخل في مرحلة سكون يمكن نقلها من مكانها لمكان الزراعه المستديم نقل ملش، يعني بيتم نقل الشتله من الارض بتاعتي الى الحقل المستديم اللي عندي ملشا اي يتم نقل الشتلات الى الارض المستديمه ومنطقه الجذور اللي عندي خاليه تماما من التربه. يبقى لنقل شتلات الاشجار بصوا معايا كده ادي شكل شجرة لنبات التين في موسم النمو في فصل الربيع وادي الشكل عندي في فصل الشتاء وهي خالية من الاوراق عشان نبين ايه اللي بيحصل للشتلات عند تساقط الاوراق من عليه النموذج التاني يبقى نقل الشتلات الفاكهه المتساقطه لما بيكون في دور السكون في فصل الشتاء واول الربيع بيتم نقلها قبل تفتح البراعم بوقت قصير وغالبا ما يتم نقل هذه الشتلات في شهر فبراير. يبقى هنا احنا مع بعض في الجزء اللي استعرضناه كتمهيد للوحده الخاصه بزراعه اشجار الفاكهه خدنا فيها ازاي ايه هى اهم مخرجات التعلم اللى انا هتقيم عليها فى الوحده بتاعتى قلت سيتم تقييمي فى هذه الوحده على مخرجين تعلم ازاي ان انا ازرع الشتلات في خنادق وازاي ان انا ازرع الشتلات في جور لما جينا اتكلمنا على زراعه الشتلات في خنادق قلت عندي في مجموعه من المعايير الاداء هيتم من خلال الحكم على جوده هذه المهاره فيها ازاي ان انا احدد عرض الخندق وازاي ان انا احدد عمق الخندق ان ازاي ان انا ازرع الشتلات بصلايا داخل الخنادق وازاي ان انا ازرع الشتلات ملش داخل الخنادق ازاي ان انا اعمل عمليه تركيب للدعامات للشتلات اثناء زراعتها في الارض المستديمه وازاي ان انا اعمل آه زراعه او تدعيم او حمايه الشتلات باستخدام الكياب إذن انا اركب الكياب آه حول هذه الشتلات للمحافظه عليها واستعرضت مع حضراتكم بطاقات الملاحظه اللي هيتم من خلالها الحكم على تنفيذ هذه المهارات العمليه آه اثناء الدراسه وعرفت ان المخرج الاولاني الخاص بتحديد عمق وعرض الخندق سيتم الحكم عليه من خلال دليل تساؤل في صوره اختبار شفوي وجينا مهدنا مع بعض لمجموعه من المعارف اتكلمنا فيها على نوعيات الاشجار عرفت يعني ايه كلمه شجره ويعني ايه كلمه شجيره يعني ايه كلمه مستديم الخضره يعني ايه متساقط الاوراق وليه انا بعرف ليه مستديم الخضره وليه بعرف متساقط الورقه لان لما اجي انقل الشتله من الارض بتاعتي سواء كانت ارض المشتل الى الارض المستديمه سواء كانت الشتله بتاعتي مزروعه في اكياس او مزروعه في ارض المشتل بصوره مباشره في مجموعه من المعاملات بتشترط عليا نوعيه الشتله بتاعتى سواء كانت مستديمه الخضره او متساقطه بتشترط طريقه من طرق نقل الشتلات من الارض بتاعتي الى الارض المستديمه، قلت ان عندي في نوعين او في طريقتين من طريقه زراعه الشتلات، زراعه الشتلات ملش يعني انا انقل الشتله من المشتل الى الارض المستديمه بيتم اقتلاع الشتله من الارض بدون اي كميه من التربه في منطقه انتشار الجذور ثم يتم اعاده زراعتها. او ان الشتلة اللي عندي بتكون شتلة مستديمة الخضرة فدي هنا لما بجن إلها من مكانها للمكان المستديم بيتم نقلها بجزء من التربة بسميها يتم نقلها بصلايا او ان انا اكون واخدها او زراعها في اكياس احنا بكده مهدنا للجزء الاول الخاص بالوحده الخاصه بزراعه اشجار الفاكهه ونباتات الزينه في الحقل المستديم ان شاء الله هنكمل مع حضراتكم باقي مخرجات التعلم وباقي معايير الاداء في حلقات اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته